انت تستهمون له لا نعم دكتور. يا دكتورة وي حاج تعمل زين. هسه عندي هذا التيبل، ايش قد طلعنا درجة حرارة التي اللي هي ياهو اخذناها تي 3، مو احنا نريد نطلع تي 3؟ نعم دكتورة 250 تقريبا. 150. احنا ايش قلنا؟ قلنا على الضغط 0.5 ميجا باسكال، 5 ميجا باسكال يعني ايش قد بالبار؟ 5 بار، مو صح؟ قلنا 5 نعم بار، هاي عد الخمسة بار هسه إذا تلاحظها. وين أني؟ هاي خمسة بار، هي خمسة بار كانت التي داعش 151.9، تلاحظها عد الخمسة بار. لنا مدى يلون عد الخمسة بار 151.9 وياية، نعم دكتور. نعم نقص من دكتور. عندها درجتين طلعت لي تقريبا 149. فش قلنا؟ قلنا ال 149 تقريبا هي 150 قربناها، فنروح الى باوع التيبل ابو درجات الحرارة هذا، فنشوف عند ال 150 هاي نروح نشوف مقابلها ال اتش اف اللي هي ايش قد طلعت لنا 632.2. هاي من هي؟ هاي الاتش 3 يعني الاتش 11 نقصنا من عندها درجتين اللي هي تي تي دي، طلعنا تي 3. التي 3 التي 11 اللي طلعناها عند ضغط 0.5 ميجا باسكال اللي هي 5 بار، نقصنا من عندها درجتين طلعت لنا 149، قربناها قلنا 150. رحنا للتيبل عند ال 150 مقابله اشوف ايش قد عندي اتش اف، طلعت لنا 632.2. فهمت عليا؟ نعم دكتور. نعم دكتور. هسه الفيد ووتر هيتر الاول ايش قد كان الضغط مالته؟ 4 ميجا باسكال، وطلعت من عنده شنو هو؟ إذا يمك المحاضرات يا اتش أو يا نقطة 9. فهسه أنا أريد درجة حرارة نقطة 9، أريد تي 9، حتى أقول تي 9 ناقصا تي 4 هي الفرق بيناتهم مش قد درجتين يعني اللي هي تي تي دي، صح لو لا؟ هسه يراد أروح أوجد الضغط 4 ميجا باسكال التي 9 حتى انقص من عندها درجتين، اوجد من عندها شنو هو التي 4، ومن التي 4 اروح اوجد الاتش اف اللي هي نفسها اتش 4، صح لو لا؟ نعم دكتورة صحيح. اروح هسه حتى اوجد التي 9، التي 9 اروح على ضغط اللي هو 4 ميجا باسكال اللي هو بالبار يعني 40، اروح الضغط 40، هذا ضغط 40، ايش قد تشوف درجة الحرارة المقابلة له؟ من يقول لي 250.4 250.4 نقص من عندها درجتين صارت لي 48 248. اروح للجدول مالت شو اسمه مالت التيات هذا، درجة حرارة فد 248، فسوى انتربوليشن بين ال 240 وبين ال 250، فوجد ال اتش اف تقريبا ال 1700 هو طلعها. شوف هاي ال اتش اف اذا اخذها عند ال 250 1085، انت تقدر تقربها عند ال 250 1085.4، هو مسوي انتربوليشن ماخذها يمكن تقريبا 1000 وبالسبعينات. ألف وسبعمية وستة عشر 1716 كل الزين. هاي بالجدول موجودة دكتورة. اي فهو يعني مثل سوى انتربوليشن، تقدر تاخذها 1085، عرفت؟ يعني هو مسوي انتربوليشن، عرفتوا اني هاي شلون توجدوها؟ انت كله نفس اي نفس المراحل، نفس المراحل عندك، الفرق بس انه توجد
بس تواجد ال شو اسمه انت عندك، بس الفرق انه توجد دول يعني هسه انت صار بس هنا الفرق نقطة رقم 4 ونقطة رقم 3. من التي تي دي هنا اللي ينطيك اياها توجد درجات حرارتهم 3 و4، بعد ما توجد درجة حرارة التي 9 والتي 11 وتنقصها من التي تي دي اللي هو يعطيك اياها على الفرق بيناتهم، توجد تي 4 او تي 3، تروح للجدول شوف الاتش اف عند هاي درجة الحرارة ايش قد. وبعد نفسها هسه الاتش ان، من يقول لي بين من وبين من هنا الاتش ان او الكيو ان؟ اوه والله انا خبطت، الكيو ان بين من وبين خمسة، بين الاثنين والخمسه، اتش خمسه ناقص خمسه واربعه، العفو مو اثنين، خمسه واربعه خلال البويلر اتش خمسه ناقص اتش اربعه. الكيو اوت هنا من يقول لي هنا راح يصير مجموعين، انت اعتمد على الكيو ان بالكفاءه. ليش؟ لانه احسن من الوركات، ورك التوربين 3 ورك البام، تصير عندك هوس اعتمد على الكيو ان والكيو اوت. هسه الكيو اوت شو تصير؟ 8 ناقص 1، 8 ناقص 1، 8 ناقص 1 ايش قد؟ تضربها بيا امات أموال ناقص واحد ناقص أموال ناقص أنتو كل الزين زائدا الكيو ثانية، بعدنا بالكيو أوت اللي هي بين من وبين من وقت واحد، وش قد بين في وش قد أضرب واحد زائد أنتو كل الزين كل الزين. عفية منو جاوبني؟ زهراء مو؟ حوراء. حوراي حوراء. منو من الولد هم جاوب؟ طبعا علي واثق واليوم سجاد هواي شارك مالذي. اليوم مشاركات اليوم علي واثق وعندنا حوراء وسجاد جميل. بعد منو شارك؟ دكتوراني بس غلط جاوبتك. ما يخالف يقول انا بس غلط جاوبتك ما يخالف. زين احمد مثلنا شارك اليوم. هسه عين افتهمتوا لهذا؟ يكتب بس تي تي دي من يعطيها بالسؤال، ايش يكتب عن شنو اسمها بالسؤال؟ هي يعطيك يا تي تي دي. يعني مو فد كلمه؟ لا لا، اللي هي تيرم ويعطيها مختصر تي تي دي اللي هي تيرمينال تمبريتشر ديفرنس. تمام. البالانس هاي عرفناها من ديك الساعة. هاي بس الساعة هنا 5 و6 و7 و8 دائما السهلات